من نجوم النادي الأهلي الكبار اللي الحقيقة تعددت ألقابه ما بين حاصد البطولات والإنجازات والانتصارات وما بين الجندي المجهول. الحقيقة ألقاب كثيرة جدا متعلقة بنجمنا النهاردة الكابتن الكبير كابتن أسامة عرابي. أهلا بك يا كابتن ومشرفنا النهاردة في بيتك. أهلا وسهلا بك يا سام، وأهلا وسهلا بالكابتن هاني طبعا زمايل الملعب حبيب، وأهلا وسهلا مشاهدين النادي الأهلي. وسعيد أن أنا في البيت الكبير، وعجبني جدا اسم البرنامج والفكرة بتاعته، يعني اسمه بيذكرني بحاجات كده كتيرة. يعني بيفكرك بإيه؟ أنا من سكان الحي المنيرة في القصر العيني، أكيد. وعندي بيت جدي كنا بنسميه البيت الكبير، بيت أو بيت العيلة، بنسميه البيت الكبير أو البيت التاني، لأن أنا ساكنين جنبهم، يعني أنا ووالدي الله يرحمه وأمي وكده وإخواتي ساكنين في بيت، بس العيلة كلها هو بيت جدي، فساكن فيه وخالاتي وخلاني وولاد عماتي، يعني البيت كله، فإحنا على طول كنا نتجمع فيه وبتاع، فهو فعلا اللي بيلم العيلة كلها. بيلم العيلة، وأنت يعني مش يعني أنت من اصحاب البيت فعلا. واولا وحشني جدا على الشخص، يعني وحشني جدا يا كابتن، وعندنا ايام حلوه كتيره جدا مع بعض في المنتخب والنادي الاهلي، عندنا كواليس كتيره جدا نتكلم فيها. برحب بيك تاني، لكن قبل ما نتكلم طبعا في تقرير عدوا طبعا الاعداد ليه خاص طبعا بيك كابتن اسامه، انت تاريخ كبير جدا، وانا مسميك دولاب البطولات، يعني اكيد عندك دولاب في البيت والبطولات كلها هناك، يعني مش مكفيه يعني. فنطلع للتقرير لكابتن اسامه عرابي ونرجع مع حضراتكم. اسامة عرابي وكسب برضه اسامة ومعاه اسماعيل، وبيعكس كورة حلوة وبيحطها. هوايته جمع الألقاب والكؤوس والخروج من انتصار إلى انتصار داخل جدران القلعة الحمراء. إنه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أسامة عرابي. ولد أسامة عرابي في 25 من شهر يناير عام 1962 بحي المنيرة، وعشق كرة القدم منذ سنوات عمره الأولى، ولفت الأنظار إليه حينما كان يشارك في الدورات الرمضانية التي كانت بوابته نحو عالم الأندية المحترفة في كرة القدم. في سن 13 من عمره خاض اختبارات عدد من الأندية، والطريف أن عرابي أو الجندي المجهول كما كان يحلو للجماهير الأهلوية أن تلقبه، خاض اختبارات الأهلي مرتين ولم ينجح، لكنه لم يفقد الأمل في تحقيق حلمه بارتداء القميص الأحمر. وفي عام 1981 يخوض عرابي الاختبارات للمرة الثالثة، ويشاهده الكابتن أحمد ماهر ويضمه لفريق الشباب بالأهلي، وبعدها بأقل من عام يتم تصعيده للفريق الأول الذي كان يشرف عليه في ذلك الوقت الجنرال محمود الجهري. وعنده فرصة يرجع ورا ليه؟ أسامة عرابي، عرابي في المباراة رقم 380. الكرة حلوة قدامة مرمومة، وعدها أسامة. خش يا مصطفى، الجول الرابع، الجول الرابع. وعلى مدار رحلته مع المارد الأحمر والتي امتدت من عام 1982 إلى عام 1999، حصد أسامة عرابي 28 بطولة، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز 10 مرات، وكأس مصر 8 مرات، وكأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987، وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، والكأس الأفرو أسيوية عام 1989، وكأس الكؤوس العربية عام 1995، وكأس العرب للأندية أبطال الدوري عام 1996، وبطولة النخبة العربية مرتين، عامي 1997 بالمغرب و 1998 بتونس. وخلال هذه الرحلة سجل 12 هدفا بقميص الأهلي. وعقب اعتزال كرة القدم اتجه أسامة عرابي لمجال التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا للفريق الأول بالأهلي مع الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه،
ونال مع الفريق حينها كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي، وبعدها شق طريقه وتولى تدريب عدد من الأندية منها الإنتاج الحربي والترسانة والنصر للتعدين وأسوان، كما عمل مدربا عاما لمنتخب مصر الأولمبي مع حسام البدري. كابتن أسامة ما شاء الله عليك عديت يمكن 400 مباراة، يعني ليك أكتر من 400 مباراة من خلال مسيرتك، ويمكن كنتوا لسه بتتكلموا في الفاصل انه حتى عدد المباريات او البطولات ما كانش كتير قوي كده زي النهارده في التوقيت الحالي. هتكلم عن ده بالتفصيل، بس قبل ما نتكلم فيه بالتفصيل عايزه اعرف، طبعا مش هنتكلم عن الهجوم الشرس او المبالغ فيه على النادي الاهلي بعد مباراه القمه، لان ده ملف وعديناه وطويناه واحنا دايما يعني بنعدي الاحداث دي بسرعه جدا، لكن عايزه ابدا كلامي مع حضرتك برساله او نصيحه تحب توجهها لاعبتنا ومحاولات البعض التاثير عليهم سلبا. تحب تقول ايه في الاول كده للاعبتنا فرقه النادي الاول نادي الاهلي، تقول لهم ايه من خلال البيت الكبير؟ يعني اكيد في رساله للعيبه، بس قبليهم الجماهير، لانه الجماهير هي عصب كره القدم، وبالنسبه لنا احنا بالذات في النادي الاهلي جماهير محرك كبير قوي لينا، ويعني ياما اسعدونا، هم اللي اسعدونا، مش هقول احنا اللي اسعدناهم، هم اللي اسعدونا، ما بيبقوا في اشد الاوقات بيبقوا معانا، في الاوقات الحلوه بيبقوا معانا. يعني مباراة وعدت، وارد ان احنا نخسر، وارد ان احنا نخسر، ما فيش شك ان الجمهور زعلان وده طبيعي، يعني طالما في جماهير وطالما في نادي كبير زي النادي الاهلي، زي ما الفرحة بتبقى كبيرة احيانا الخسارة بتبقى كبيرة. لكن الايام بتعدي، ويا ما احنا كسبنا ويا ما خسرنا ماتشات اهلي وزمالك، ولسه تاني هنقابلهم تاني، ده طبيعي في كرة القدم. فبقول لهم يعني ما تزعلوش، واللي جاي افضل ان شاء الله. بالنسبة للاعبتنا يعني هم فاهمين انه الامور دي بتمر في كرة القدم، فرق كبيرة بتخسر، لسه شايفين برشلونة ولسه شايفين باريس سان جيرمان في النهائي مع بايرن ميونخ، بيحصل هي موجعة شوية طبعا، بالذات لما بتكون ديربي بين الاندية الكبيرة زي الاهلي والزمالك، وبالذات في المنطقة العربية كمان، يعني هاني لعب كتير في اوروبا وعارف، بتبقى مؤثره. مثلا لما ريال مدريد يكسب برشلونه، او برشلونه يكسب ريال مدريد، او بايرن بيكسب دورتموند، بس هم ما عندهمش العاطفه قوي بتاعتنا، احنا نفرح قوي 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 قوي، نزعل قوي قوي قوي، هم ما عندهمش دي، هي الحياه عندهم ماشيه ومستمره. احنا في افريقيا لا بشكل عام، يعني بشكل الدول العربيه، بتكلم على الدول العربيه، يا يعني مصر طبعا اولهم، الدول العربيه بصفه عامه، الدول العربيه يعني حتى من اكتر من الافارقه واكتر من طبعا الاوروبيين، يعني في متعصبين جامد قوي برضو في افريقيا. لا ما في متعصبين جدا. لا والاوروبيين متعصبين جدا، ما يعني لعب كتير وعارف، لكن انا اقصد الاحداث بتعدي اسهل شويه، احنا يعني زعلنا بيبقى قوي وفرحنا بيبقى قوي. ما دي يعني برضو عندنا مشكله في الكابتن في الحته دي، وانا هاخد من كلام حضرتك ان يعني الرساله اللي احنا دايما كلاعيبه، وانت عشت الكلام ده، كنا بنحس بالامان لان الجماهير في ظهرنا طبعا، يعني عنصر الامان وعنصر الثقه، حتى لو في سوشيال ميديا دلوقتي وحتى لو في كلام كتير، وانا كان ليا راي ان لو جماهير النادي الاهلي موجوده في المدرجات في ماتش النادي الاهلي والزمالك، اولا النتيجه كانت هتفرق، لان كان فيها هيبقى محرك، وانت بتحس بالكلام دوت. عوده النادي الاهلي الجماهير ما كانتش موجوده، العوده كانت الى حد ما، والناس تقول لك روح النادي الاهلي، لا اللي بيدي كمان، احنا عندنا روح، لكن اللي بيبث الروح ديت هي الجماهير. والنقطه اللي برضه حضرتك قلتها ان ده قدر لعيبه النادي الاهلي، انك بتلعب في نادي كبير، نادي بطولات، فلما بتخسر مباراه اكيد بيكون النقد بيزعل شويه، لكن يعني عدينا الحته دي، واحنا وانت من مدرسه النادي الاهلي، وعارف ان في من زمان في حرب نفسيه كتيره جدا على النادي الاهلي وعلى مجلس النادي الاهلي. ف يعني برضو انت شايف القصه دي ازاي سريعا، عشان عايزين يعني عندنا حاجات كتير قوي نتكلم. لا يعني انا اتكلمت مع الجماهير الاول، وبقول للعيبه اللعيبه لازم تفهم ان هي بتلعب في اسم او تيشيرت النادي الاهلي تقيل طبعا، فلازم اللعيب يبقى عنده ثقه في نفسه
يعني قد الدنيا. كلنا مرينا باوقات وحشه جدا في النادي الاهلي في هزايم او خسارات بطولات او كده، ومرينا بالحلو، وعارفين ان الجماهير في اللحظه يعني هي اللعيب بيبقى في الملعب بيتشتم في كوره بعديها بيعمل كوره حلوه او يجيب جون خلاص. كل ناس بتهايص فلازم اللعيبه شخصيتها تبقى قويه وفاهمه القصه دي. صحيح الموضوع كتر بموضوع يعني دلوقتي بالسوشيال ميديا، وما كانش زي من 10 سنين فاتوا او حاجه، ولكن لازم يبقى اللعيب الاهلي صلب ويتحمل ويتحمل الضغوط، وهي دي اللي بتميزه عن لعيب تاني. اللعيبه اخرى بتلعب في انديه ما فيهاش جماهير مش فارقه معاها، يعني هي بتلعب دلوقتي حتى تحت اصلا الماتشات بتلعب بدون جماهير يعني حتى قبل الكورونا وكده، لكن جمهورنا احنا مالك الدنيا بقى. وانت حتى ما بتلعبش بيه او ما بيحضرش دلوقتي مباريات في وقت استثنائي طبعًا. انت عارف انه بيتفرج طبعًا. وبيتابع وانت وبيحلل ماشي في الشارع لا وانت معلق شغال كل يعني بيعمل كل حاجه بصراحه مستيبكوا يعني. فعشان كده لازم اللعيبه تبقى شخصيتها قويه، لازم يبقى عنده ثقه في نفسه، لازم اللعيبه قبل الجهاز الفني هي لوحدها تجمع نفسها اللعيبه طبعا ودي كنا احنا على طول متربيين عليها وخدناها من الاجيال اللي قبلينا الاجيال السبعينات اللي هم في والثمانينات واحنا كملنا وتوارثناها جيل عن جيل. احنا اول ما كانت بتحصل خساره قبل ما المدير الفني يتكلم وقبل اي حاجه اللعيبه الكبار اللي في الفرقه القدام بيبتدوا يجمعوا اللعيبه، سواء بنروح نتعشى عند حد، نتغدى عند حد، نخرج مع بعض، نتجمع في النادي، وبيحصل كلام وحوارات كده. كابتن اسامه احكي لنا كده موقف مشابه كده حصل مع حضرتك قبل ما ندخل برضو في الذكريات والبدايات ومروحك للاهلي مرتين وتسيب المقاولين بعد اسبوعين يعني قصه الحقيقه كبيره، بس احكي يعني بما انه كلام فتح يعني تقول لنا كده مواقف مشابهه زي اللي بتعرضوا لها لاعبتنا في التوقيت ده حصل معاكم وانتوا كلعيبه كبار بتجمعوا بعض ازاي وبتشدوا ازر بعض ازاي وفرق ده معاكوا ازاي حتى بعد كده في اللعب؟ طبعا دي يعني احنا زي ما قلت لك احنا اتعلمناها من الاجيال اللي قبلينا، يعني الاجيال قبلينا ولعبنا معاهم يعني زي الكباتن الخطيب مصطفى عبده، يعني انا مش عايز انسى حد، اكرامي، ثابت، المجموعه القديمه دي كلها اللي لعبنا معاها، عامر واحنا كملنا معاهم بقى طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب وانا وشوبير وابتدينا ومحمود صالح ومر همام، يعني ابتدينا كلنا وهكذا الجيل بتاع هاني ودخلنا كله. ففي مثلا موقف في 95 كنا احنا متاخرين عن نادي الزمالك بحوالي 12 بونت، كان مستر هولمان اللي ماسكنا، والدوري حتى كان بنقطتين بس، المكسب كان بنقطتين، المكسب نقطتين يعني اصعب من دلوقتي، دلوقتي المكسب 3 نقط يعني التعويض اصعب. فطبعا كلنا اللعيبه الكبيره كنا نروح نقعد مثلا نتعشى عند شوبير، نتجمع عندي، نتجمع عند علاء عبد صادق، نتجمع في مكان، نتجمع في النادي، ولازم بنحفز نفسنا وبنحفز اللعيبه الصغيرين، نقول لهم احنا لازم الدور الثاني لازم نكسب احنا وما نبصش على نادي الزمالك خالص. اكتر واحد اتعشيته عنده مين؟ شوبير طب بس بقى بلاش نتعشى دلوقتي ايه؟ ده حقيقه شوبير بس فعلا قلت دلوقتي كنا على طول بنجمع بعض نتكلم تملي بصفه دايمه. اللعيبه الصغيره انا فاكر كان عندهم يأس شويه، يعني يقول لك يا عم بقى الدوري خلاص، فكنا بنقعد معاهم كتير يا جماعه نلعب احنا ونكسب وملناش دعوه. كان الاستاد على طول متقفل في الماتشات السنه دي، وابتدينا نكسب ويحصل دروب للزمالك، نكسب ويحصل دروب للزمالك، حتى الكابتن صالح سليم الله يرحمه اجتمع بينا وقال لنا تكسبوا مالكوش دعوه، لغايه لما وصلنا فرق 7 بونت ابتدوا هم يتوتروا جدا، ووصلنا المباراه كانت المباراه الاهلي والزمالك بتبقى اخر مباراه في الدوري كان لازم نكسبهم عشان ناخد الدوري، هم يكفيهم التعادل، كسبناهم جون لحسام حسن وجون لفليكس وخدنا الدوري في السنه ديت، كانت من احلى سنوات معناها كانت صعبه اللعيبه كانت والسنه اللي فاتت اتكررت نفس السنه اللي فاتت اتكررت صحيح النادي الاهلي كان عنده مؤجلات كتيره جدا وفرق مظبوط اكتر من 15 16 نقطه صحيح. فاللي بيتكلم عليه كابتن اسامه ان اولا ان لازم يكون نوعيه لعيبه النادي الاهلي وده موجود، لعيبه النادي الاهلي يكون نوعيه خاصه تستحمل الضغط وتستحمل نقد الجماهير وده موجود بشكل كبير. طب عايزين بقى نبدا معاك، وزي ما قالت سهام رحت اختبارات مرتين
واترفضت المرتين وبعد كده المقاولين. ايوه. فعايزين نعرف برضو بدايات الكابتن عشان الناس تعرف كمان، وكمان ندي رساله للناس اللي بتيأس بسرعه، يعني راح اختبار مره بيبدا يقعد بقى في خلاص بطلت، لكن انت كان عندك اصرار وعندك ايمان جواك لا ان انا عايز العب للنادي الاهلي. مظبوط. هو حصل انه يعني فتره اللي هي السبعينات والثمانينات كانت اللعب في الشارع كتير، يعني كان مفيش عربيات طبعا. كنت بتلعب فين في الشارع؟ كنت جنبك في عبدين. ايوه. انا في الشيخ رحان. انا في شارع الشيخ رحان. كنت بتلعب فين؟ في المنيرة ولا؟ في المنيرة، في شارع الموردي، شارع أيوة. أمين سامي، شارع ده كان في فرق كرة شراب إيه؟ أيوة. كل ده بزرق. طبعا كنا بنلف بقى أحياء مصر كلها. ده صحيح. فكانت العربية ما فيش عربيات بالكم دي. ده آه. كانت الشوارع فاضية شوية لدرجة أحيانا كنا بنحط شبك في الشارع، شبك بنلعب بشبك، يعني ما يعني ما فيش عربية تمر بقى كل ساعة. لا أنا حضرت اللي هم الطوبتين الشبك بقى. لا يعني الشبك دي كانت في الدورات الدورات الكبيرة. اه بالظبط. فكانت البدايه في الشارع وفي المدرسه. رحت نادي الزمالك الاول عن طريق كابتن حماده امام، كان هو يعني جاري في الحي. شافني وخدني نادي الزمالك وقبلت في نادي الزمالك. كان الكلام ده وانا عندي 13 سنه تقريبا. لكن انا في ذهني ان انا والدي الله يرحمه اهلاوي وانا اهلاوي جدا واخواتي، في ذهني ان انا العب للنادي الاهلي بالرغم رحت. انك بالرغم قبلت في نادي الزمالك مظبوط. لكن قالوا لي جيب الورق بتاعك كده المستخرج والحاجات دي يعني. بعد كده رحت النادي الاهلي، رفضوني في الاختبارات. فايه يعني حزت في نفسي شويه كده ويئست كده، يعني عارف ايه يعني كل الشارع بيقول ده لعيب كويس وفي المدرسه بيقولوا ده لعيب كويس ولازم تلعب في نادي ومش عارف ايه. فضلت بقى اتضايقت شويه بعديها. قعدت بقى في الشارع عادي كده وفي المدرسه لغايه 16 سنه. واحد صاحبي كان المقاولين بقى في ابتدائي في نهايه السبعينات 79 78 الكلام دوت، ابتدى بقى المقاولين كان لامع يعني في الفتره ديت، وخد بطوله افريقيا بعد كده والدوري العام. رحت وقبلت عن طريق كابتن سيد عبد العظيم ولعبت 3 سنين للمقاولين العرب، وبعدين مشيت من المقاولين العرب. ده كلها كده يعني كلها كلها رايح جاي. ده حصل حاجه غريبه جدا انه جه مدرب انجليزي لقطاع الناشئين وقال هيلغي فرقه ال 20 سنه. فقالوا له ده فيه لعيبه كويسين يعني. انت كان انت ساعتها كنت في فرقه ال 20 سنه. ايوه. فقال لهم لا انا هلغي فرقه ال 20، هنعمل لغايه 18 سنه بس، وفرقه ال 20 المميز فيها انتوا شايفين المدربين بقى اللي مرنونا. فطلعت انا واثنين اصحاب واثنين مميز في 20 سنه يطلع مع الفريق الاول. باشو والباقي كله مش كان ساعتها بقى ماسك مدير فني تومسون الانجليزي. كان الجيل اللي هو فيه حمدي نوح والشيشيني الجيل الذهبي. الجيل الذهبي المقاولين. وفعلا قعدت معاه اسبوعين وفي الاخر قال لنا انتوا الثلاثه خلاص برده مش عايزكم. فالدنيا برده ضاقت وشي يعني احبطت اكتر يعني. طبعا. بس انا حظي الحلو ان كانت مسابقه العشرين موجوده في كل الجمهوريه. يعني هو المقاولين بس هو المدير الفني الانجليزي ده هو اللي جه لغاها. تمام. ورغم ان كانوا معارضينه جدا المدربين المصريين لانه عارفين في ناس مميزه. فرحت نادي الزمالك للمره الثانيه وقبلت برده ثاني. وحصل انه يومين ورحت رايح النادي الاهلي عن طريق كابتن احمد ماهر، ولعبت بقى في سنه 81 في فرقه ال 20 سنه في النادي الاهلي اللي هو الجيل بتاع طاهر ابو زيد وعلى ما كابتن احمد ماهر هو أحمد اللي اخذك بعد يومين قال لك تعالى بقى. شاف ناس كتيره ولاعيبه كتيره وعن طريق نادي النيل. هو كان كابتن كان هو ساعتها كان مدير الكوره في النادي الاهلي كابتن احمد ماهر ولا لا كان فريق ماسك فريق ال 20 سنه فشافك وقال لك طب تعالى النادي الاهلي. ايوه. ورحت وبقى الجيل بقى اللي هو سطر بقى تاريخ قول لنا كبير. عرف الناس الاسماء. جيل الثمانينات بقى يعني كله. يعني عندك كان موجود طاهر ابو زيد، علاء ميهوب، كل ده فرقه 20 سنه. محمود صالح، حمده برادي، ضياء السيد، حشيش، اسامه عباس، انا مش عايز انسى حد يعني ناس كتير جدا. طبعا في ناس كمان كل دول في فرقه 20 سنه. بس طبعا في ناس كانت سابقه في اللعب زي طاهر وعلاء ميوب كانوا بيلعبوا مع كالوتشاي وطاهر كمان كان بيلعب مع هيدكوتي بس هو في الفرقه دي. اوكي. وفي ناس كانت بتطلع وتنزل في مع الفريق الاول زي الناشئ. ودخلت النادي الاهلي. ومن يمكن من الناس او اللعيبه
اللي حققت ريكورد او يعني عدد ماتشات زي ما قلنا كبير جدا سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، وكاس العالم لله. طبعا يعني هنجيب 90 بس ودخلت النادي الاهلي سنه 81 لحد 99 تقريبا. ايوه من اطول الفترات يمكن اللي يعني قضيتها حقيقي. يعني انا 81 لعبت تحت 20 سنه وجي كابتن محمود الجوهري كان مسك الفريق سنه 82 الفريق الاول. ايوه فبرضه يعني تصعد يا نمشي، ما خلاص ما هو انت بتيجي بتصلي بقى السن دوت يا بتتأيدي في الفريق الاول يا النادي بيديك استثناء. رحمه ايد حضرتك اتأيد بس برضه بصعوبه، انا مش عايز اطول في الموضوع ده خلاص نعرف برضه اصل يعني. اول لقاء مع كابتن جوهري كمان، وكابتن جوهري ليه ذكريات كتير معانا يعني فاهم، ودي عمليه خلي بالك عمليه انتقاليه في حياه طبعًا. البني ادم يا هتروح طريق تاني يا هتكمل، فالمرحله انك يا اما تروح فريق اول يا اما تمشي، فدي مرحله صعبه. عايزين نعرف طبعًا. انت خطاها ازاي او كانت التجربه فيها ازاي؟ ده انا غيرت الدراسه عشان الكوره والله. لا والله يا لا والله بلا لو فضلت احكي كده اوعى تقول الحكايات دي حكيتها في حته تانيه، دي بس اهم حاجه يعني لا تاريخه كبير وقعد مع ناس كتير طبعا. هو الكابتن محمود الجوهري جه بقى في نهايه السنه هو ما كانش عارفني فهيختاروا اللعيبه المميزه من الفريق ال 20 وهو كان ماسك الفريق الاول. فكابتن احمد ماهر طبعا قال له، كابتن انور سلامه كان رغم انه ما كانش مدربي بس كان ماسك فريق 17 سنه وقال له، كابتن فؤاد شعبان انا ما كنتش اعرفه، كل دول رشحوك انك ده الكابتن زيزو كان مدير الكوره مع كابتن جوهري، هو اللي حكى لي القصه بتاعت كابتن فؤاد شعبان يعني قابله مره في النادي. ما اشوف بقى اوريك حب المدربين حتى لو هو مش فرقته يعني، هو بس بيشوف لعيب مميز في النادي فخلي بالك يا كابتن في لعيب مثلا في ال 16 كده كان على ايامنا كده يقول لك فرقه 15 فيها فلان وفلان. ايوه فرقه 14 فيها فلان وفلان. فالكابتن زيزو دي كان حكاها لي قريب، قال لي ده كابتن فؤاد شعبان مره قابلني في النادي في الجنينه وبيقول لي على فكره في ولد اسمه اسامه تحت في ال 20 سنه خدوا بالكم منه. فحكاها لي قريب يعني من سنه لما كنت او سنتين كنت شغال معاه في الفريق الاول في النادي الاهلي. ف كابتن جوهري بقى جاب 5-6 لعيبه من اللي هم 20 وكان مسافر المانيا ومحضر 30، كان القيد 30 للفريق الاول ومسافرين هم المانيا معسكر. هو بيشوفنا كده بس يعني عشان الناس قالت له فيه لعيبه بص يعني بص بص كده لا يتعدى 5 دقائق و10 دقائق. عمل تقسيمه صغيره كده يعني عدد ضد 4 ضد 4 كده وشافني وراح بعد التمرين لقيته بيكلمني بيقول لي على فكره انا خلاص ال 30 اللي احنا حطيناهم انا مسافر بيهم المانيا بعد بكره معسكر، اوعى تمشي من النادي لغايه لما نرجع من المانيا. فانا قلت بس هو يعني بيقولها لي بطريقه يعني خلاص هو رايحين. فعلا راحوا اسبوعين في المانيا وانا ابتديت بقى ادور على انديه ثانيه، رحت دمياط ورحت ده في دماغك انك تلعب يعني في يعني في دماغك طبيعي. خلاص طبيعي. هدف المهم هو رجع من المانيا وراح لقيت بقى سمع بس كان ساكن في الحي عندي لاعب النادي الاهلي والاسماعيلي بيناديني والكابتن جوهري عايزك بعد اسبوعين. رحت لقيت نفسي بقى دخلت من 82 الجيل بقى بتاع زي ما قلت لك الكباتن اللي هم خطيب مصطفى عبده مصطفى يونس مرام كل دول محمود صالح شوبير جيل يعني جيلي بس انا اقصد كانوا موجودين طاهر وعلاء ميهوب مجد عبد الغني مش عايز انسى حد عامر خالد جدالة كل ده الجيل ده ودخلت بس يا كابتن هو قبل النقطه اللي انا برضو انا عمال وحضرتك بتتكلم انا شايف الصوره وعمال يعني كأنك بتحكي بعد اسبوعين انت خلاص فقدت الامل وبدات تروح على انديه ثانيه. الخبر بقى لما جالك لا ده الكابتن جوهري ما نسيش، ده الكابتن جوهري جاي وبيقول فين في اسامه اللي انا كنت سايبه هنا وهو راح فين. فاستقبالك برضو للخبر انك ده الكابتن جوهري كمان عايزني، فاستقبالك كان ليه ازاي الخبر ده؟ طبعا ما انا مش مصدق طبعا. انا قاعد في البيت عادي وجاري اسامه جاري لقيته بيندهني، هو كان بقى في الفريق هو لقيته بيقول لي ده الكابتن جوهري عايزك في النادي. انا برضو رايح حتى هو في اليوم ده انا مش هنساه كان التدريب نزلوا اللعيبه يعني رحت متاخر يعني على وقت التدريب لقيته شاور لي وما كلمنيش يعني غير وكده دخلت غيرت ولقيت نفسي بقى بجري معاهم في الملعب وبتمرن تسخين وخلاص وبدات بعد كده كلمني طبعا بعديها هو كابتن زيزو واستمرت بقى من 82 لغايه اعتزلت 99 17 موسم متتالي في النادي الاهلي في الفريق الاول
وده عدد يعني مش فخر ولا حاجه، بس هو عدد اعتقد ممكن ما خمس لعيبه في تاريخ النادي كله. هادي خشبه 17 سنه، هادي خشبه، هادي ممكن يكون لعب قريب من كده بس ممكن يكون اقل سنه. حسام عاشور برضه لعب حوالي 16 سنه، بس انت هتلاقيهم في تاريخ النادي ممكن لا يتجاوزوا مثلا اصابع الايد الواحده. دايما اللعيبه الكبار بيبقى في حياتهم كده يعني ايه، مدرب من المدربين اللي اثروا فيهم قوي، يعني اثر فيك قوي، اتعلمت منه قوي. السؤال ده ليك انت كمان. يمكن احنا عارفين، نقدر نقول انه كابتن محمود الجوهري ربنا يرحمه هو اكتر المؤثرين من المدربين في حياه كابتن اسامه عرابي. مظبوط. في مدربين، ودي مش بنقولها كده زي الممثلين ما بيقولوا كل او كلهم اولاد الافلام. أيوة. فهو فعلا كل المدربين اثروا فيه. يعني المدربين بس في حد له حاجه خاصه اثروا فينا. مدربين كلهم اللي مروا علينا سواء مصريين او اجانب اثروا فينا جامد، ويمكن بنستفاد حتى واحنا بندرب في حاجات هم يعني بتفتكرها. بنفتكرها منهم، سواء في كلام، سواء في محاضرات، سواء في تدريب، في قعده مع لعيب. ولكن هو كابتن محمود الجوهري اكتر واحد بالنسبه لي انا اثر معايا، لانه هو اللي طلعني الفريق الاول وقعدت معاه سنتين ثلاثه، هو اللي خدني في كاس العالم 90. هنحكي دي تجربه يعني انا اقصد هو اكتر محطات مهمه، محطات مهمه، المحطات الكبيره. انا على سبيل المثال انا كابتن طبعا انور سلامه، لان كابتن انور طبعا سلامه طلع يعني هو يعني دايما مراحل اللعيب تبقى في محطات مهمه جدا في حياته، بدايتها مع الاختبارات وقبوله في الاختبارات، الجزء الثاني لما تنجح في الاختبارات وان حد يقول لك هات الاستماره وانت لعيب في النادي الاهلي، فدي محطه مهمه جدا. والمحطه الاكبر التصعيد من الناشئين للفريق الاول. وطبعا كابتن انور سلامه ربنا يديله الصحه، طبعا هو مدرب كبير وكان ليه الفضل ان هو زي ما كنت بتكلم يا كابتن اسامه، كان دايما يقول لا في مثلا عمرو انور وهاني رمزي وعبد الجليل دول لعيبه مميزه، وكمان عنده الشجاعه انه ولد عنده لسه 17 سنه او 18 سنه بيتحط وسط فرقه كبيره، فكان عنده ثقه فيا كبير جدا. هو كابتن انور من الشخصيات اللي ليها تاثير في النادي الاهلي، وليه كاريزما وليه شخصيه وليه راي واضح، مش يعني راجل صراحه طبعًا اثر فينا كلنا. طبعا يعني ربنا يديله الصحه طبعا. والكابتن جوهري على طبعا الصعيد الدولي يعني طبعًا. هنتكلم مع كابتن اسامه عن الكابتن جوهري وطبعا والحاجات الكتيره اللي كانت بتحصل معانا، مرحله فارقه افتكر في حياتكم. طبعا اكيد سهام صالح بقى التخصص ارقام يا جماعه، انت دخلت يا كابتن اسامه واخترت رقم 15. مظبوط. و15 كان لسه تقريبا كابتن مختار بيعتزل حاجه زي كده، وتقريبا برضو لعب في نفس مركز حضرتك يعني حاف شمال. مظبوط. ايه القصه بقى مع الرقم ده؟ هو الرقم اول ما بنطلع ما كانش فيه الارقام اللي دلوقتي بيدوا الصغيرين ارقام حاجه و30، يعني انت حاجه و30 ده يبقى ناشئ يعني. كان زمان لغايه 16 او 16 حتى رقم 16. يعني من واحد حارس المرمى لغايه تلاقي غالبا 9 و10 و7 و6، ما كانش فيه الارقام اللي هي حاجه و30 وحاجه فاللي ما كانش بيلعب اللعيب التاني هو اللي بياخد نمرته مثلا، بيبقى بياخد، ما كانش كل واحد ليه نمره مخصصه. فانا لما طلعت ما كانش ليا نمره، كل طبعا اللعيبه الكبار كل واحد ليه نمره مخصصه بتاعته لما بيكون موجود لازم يبقى واخدها يعني. فانا مره العب بتسعه، يعني في ماتش انا جابوه هنا دلوقتي وحسام سبك؟ يا نهار اسود. لا حسام ما كانش طلع. طب كويس، كويس ما كانش طلع. لا لا حسام ما طلعش. لا لا حسام طلع بعد كده 84. كم ماتش لعبت بتسعة ساعات بتمانية. جه بقى الكابتن مختار حصلته الحادثة الكبيرة بتاعت ركبته دي، اتصاب في ركبته وعمل عملية وللأسف ما رجعش، اضطر يعني يعتزل. اضطر يعتزل. ولذلك انا ما لعبتش معاه كتير، انا اتمرنت معاه كتير في السنة اللي هي 82، بس لعبت معاه ماتش واحد. بعد كده هو اتصاب في مباراة المقاولين، وابتديت انا بقى يعني من سنة 83 بلعب بقى، وابتديت فخلاص الرقم ده في ضيف، انا اخدته وتمسكت بيه وفضلت بقى بيه لغايه الاخر. على فكره لغايه دلوقتي الرقم ده بالنسبه لي في حاجات كتيره بحبه يعني. والله زي ايه؟ لا بتفاؤل يعني، بتفاؤل يعني برقم يعني ممكن لو تاريخ ميلاد برنامج يعني لا ممكن اختار يعني 15 في ذهني على طول يعني. لو جالك مسابقه فيها ارقام اختار رقم، اختار 15 يعني مرتبط بيه، لان قعدت فتره طويله لابسه. انا بس يعني النقطه بس انا كنت بتكلم فيها اللي هي الساعات اللعيب بيضحي عشان الكوره وكده، انا كنت من الناس الكويس في الدراسه
وكان نفسي اخش كليه الطب بس جبت حوالي 2% اقل او 3% فدخلت كليه علوم. كنت جايب اصلا مجموع كام؟ لا ساعتها كان الطب مثلا ياخد 85 انا كنت جايب 82 الارقام دي زمان كان كانت لا ما هو الكلام ده ما كانش فيه اللي هي ال 100 و 99.1 من 10 لا وبعدين ده كان بيلعب كوره ده قصه تانية انه كمان بيلعب كوره ممكن تكون اول الجمهوريه مثلا جايب 92 و 90 ما كانش فيه اللي هي الحاجات اللي هنسمعها دي 105% والكلام ده السنه دي خلاص ما بقاش فيه بس كان فيه سنوات كده ففرقت على حاجات بسيطة يعني فدخلت كلية العلوم. كلية العلوم كلية عملية جدا ولازم تحضري لازم تحضري وطبعا التدريبات بقت كتيرة جدا والماتشات وكده والسفريات فقعدت سنة وسنة التانية ومن غير ما أقول لحد في البيت رحت محول كلية تجارة جامعة القاهرة. طبعا زعلوا في البيت بس خلاص بقوا ما شافوا ان انا سكتي بقى ابتديت العب ده عشان النادي الاهلي ده عشان يعني كوره والنادي الاهلي وكملت بقى فساعات التضحيات طبعا كابتن ما انا بقول لك لعيب الكوره بس عشان الناس تعرف ان هو مش يعني لا في تضحيات كتيره جدا الناس ما بتكونش شايفاها تضحيات على مستوى التعليم تضحيات على مستوى وقتك مع اسرتك تضحيات على مستوى عمر يعني عمر الشباب ده من 18 ل 35 سنه ممكن لا قدر الله كمان تضحي بعين ما تاخدش تبقى اصابه لا قدر الله طبعا يعني في زمايلنا اتصابوا اصابات يعني ممكن يكون ضحى بحاجات بس جت وهو صغير لسه برضه ولسه في اول اصابات جامده يقف تضحيات يعني. تبقى في حياه لعيب الكوره الناس اللي ما بتشوفوش يعني ممكن الناس كتير تشوف بس الصوره من الخارج لكن بيكون في تضحيات و بعد عن الاهل ومعسكرات كتيره جدا لا قدر الله بيكون في يعني انا يعني وانا في المانيا والدي توفى فالقصه بتبقى في حاجات جداً. بتبقى صعبه جدا الناس ساعات ما بتشوفش الجزء ده لكن موجود وموجود لغايه دلوقتي في تضحيات بتحصل لعيبه الكوره فيعني مش عايزين نخش في الدراما الدراما دي لكن بس طب احنا ممكن نفصل بقى وانت تاخد لك بق شاي وكابتن اسامه برده يشرب بق شاي واحنا نطلع لفاصل قصير جدا وبعد الفاصل البيت الكبير رجعنا مع حضراتكم مع أرشيف البطولات وزي ما بقول دولاب البطولات النادي الأهلي كابتن أسامة 28 بطولة وعدد كبير جدا جدا من المباريات وكنت بتكلم مع حضرتك إحنا في الفاصل إن العدد ده كان ممكن يزيد أضعاف كده لأن عدد البطولات كان أقل وعدد المباريات حتى على المستوى الأفريقي كان أقل بكتير من دلوقتي يعني مظبوط يعني هو في جيلنا يعني لغاية 5 سنين أو 7-8 سنين ما كانش دوري الأبطال عدد الماتشات كده كانش الدوري العام عدد الماتشات كده بالنسبة للبطولات أنا الحمد لله حاصل على 28 بطولة مع النادي وأنا لاعب وخمسة وأنا مساعد مدرب سواء مع تسوبل سواء مع ديكسي مع مستر مانو جوزيه مع مستر مانو مارتن يول 5 بطولات برضه و28 وانا لاعب خلي بالك ما كانش فيه لا سوبر مصري ولا سوبر افريقي هي مره واحده انا واخد 5 بطولات افريقيه لعبنا مره واحده 94 اللي هي سوبر افريقي مره واحده يعني في 4 ما لعبتهمش ما فيش سوبر فيهم الدوري والكاس انا واخد 17 دوري وكاس واربعه افريقيا يعني 5 بس في واحده اتلعبت 4 ادي 21 بطوله كنت هلعب 21 سوبر بالظبط مش انا وجيلي بقى طبعا مش انا بتكلم عن نفسي بس يعني كل واحد فينا مثلا اللي واخد 15 بطوله واخد 20 بطوله انا 21 مره كنت العب سوبر مصري وسوبر افريقي شوف بقى يعني لو حسبت مثلا لو قلت مش بلاش 21 هتلعب 15 هتبقى عدد مهول 28 هتعدي بقى الحاجه 40 بطوله وعدد المباريات البطولات الافريقيه ما كانش فيه دوري مجموعات يعني وعدد ما كانش يعني مجموعات حتى ده على عدد البطولات عدد يعني كبير جدا كان ممكن يتضاعف وعدد اشتراكك كمان في مباريات النادي الاهلي الدوري ما كانش بال 18 فريق كان اقل مظبوط لو كان كده كان عدد المباريات كانت كترت المباريات الافريقيه كمان البطوله طبعًا. الافريقيه ما كانش فيها دوري مجموعات ورايح وجاي طبعًا. وكمان ما كانش فيه كونفدراليه اللي بيخرج من تشامبيونز ليج بيخش كل دي الماتشات دي يعني حتى اتفضل لا لا اتفضل حضرتك يعني حتى مثلا الاجيال دي طبعا ده نصيب ورزق يعني ربنا وفقهم يعني ممكن تلاقي مثلا واحد واخد مثلا حاجه 20 بطوله ممكن تلاقيهم 8 9 منهم سوبر اللي هو المباراه الواحده بالظبط احنا الجيل بتاعنا ما لعبناش السوبر دي الا غير مره واحده الافرو اسيويه صحيح ومره اللي هي السوبر
الافريقي اللي كان اول مره 94، لكن زي ما قلت مثلا في 21 مره كنت العب فيهم سوبر، وما كانش في كاس عالم الانديه على سبيل المثال، ما كانش في كاس عالم انديه، يعني برضو دي بطولات النادي الاهلي شارك فيها يعني. وكنت فيهم ملك خط النص يعني الحمد لله. طب احنا معانا بقى يعني واحد من اللي رافقوك في الملعب، والحقيقه يعني برضو افتكر ان كان بينكم ذكريات كبيره جدا يعني كتيره، كابتن ايمن شوقي. اهلا بيك يا كابتن. مش هنخلص منه ليه بس يعني احنا بس يا كابتن اسامه، بس صدقنا رجع من امريكا يعني الراجل جاي بكره زي حضرتك يخش علينا برضو منور يا كابتن. ولسه الكابتن اسامه بيقول هو مش هنخلص منه، قلت له ده احنا ما صدقنا نشوفه ده جاي من امريكا. مخصوص منور الاستوديو التحليلي ما شاء الله عليك كابتن. وكابتن اسامه بقى يعني مش هتكلم، هو اللي يتكلم. لا كابتن اسامه منور قناه الاهلي والبيت الكبير يا حبيبي. الله يخليك يا عم، الله يكرمك. عايز اقول لك هون الكابتن اسامه من اللعيبه المميزه جدا، انت يمكن حضرت جزء كبير من الكابتن طبعا أسامة. طبعا يعني طبعا. من اللعيبه اللي مش ممكن تتنسي، وكمان يدي دروس كتيره جدا للعيبه في المثابره والاصرار والتحدي، يمكن من اول ما لعب لحد ما بطل. لو تفتكر احنا يمكن من سنه مثلا 92 بنقول اسامه هيبطل السنه دي، اسامه هيبطل السنه دي، بطل جيلنا وبعدينا كلنا، وفضل هو لحد سنه 99. ده حقيقي، ده حقيقي كابتن اسامه يعني. وكمان من اللعيبه، بص يعني نوعيه اللعيبه اللي اولا مجهود رائع في الملعب ما شاء الله، تمرينه قوي جدا، ومش من نوع اللعيبه بقى اللي يتكلم. كابتن جوهري ما لعبوش ماتش اول ماتش هولندا، يجي ماتش ايرلندا بينزل وبيأدي احسن اداء عنده من اللعيبه. بقول لك يا كابتن هاني، بقول لك ايه، بمناسبه ماتش ايرلندا ده، قول لي انا وهو انا وهو فيه. ايوه انا عارف هو يقول ايه، انا عارف متراهن مع واحد. بقول لك ايه، احنا كنا مع بعض طبعا في كاس العالم. طبعا انت كنت جوه وانا بره، هو مين فيكم اللي رجع الكورنر الوحيده اللي جت لنا من لشوبير من نص ملعب ارسنال؟ هو في غيري؟ وانا قلت هو بص، انا غيرت قانون الكره اتغير يعني الكابتن احمد شوبير غيرنا القصه دي كلها. انا حكيتها له واحكيها للناس. استنى استدق يا كابتن ايمن، لا انا هفكر في موضوع ما كنتش بلعب، انا كنت بزيد في الكورنر. لا لا ما كنتش بلعب. لا هقول لك ما تلبسنيش حق يعني. لا مش بلبسك يعني، لا مش ناقص. لا لا مش بلبسك. هو كان الكابتن جوهري بيعمل كورنر اللي هو انا كنت على الطرف الشمال اللي تحت، واللي بيلعب الكورنر ما اعرفش كان مين بيرجعها لي، وبعد كده انا العبها في نص الملعب بالعرض عشان هم يطلعوا اوفسايد وبعدين تلعب تاني هنا بالظبط. فهم كانوا حافظين ولاد الذين يعني قارينا فلقينا ضغطوا على اللي بيلعب الكوره، وبعدين ضغطوا عليا فلديت ضغطوا عليك، واحنا مرجعنا لل رجعنا شوبير، رجعنا شوبير. هو جاء في ثلاث لمسات من كورنر، ايوه من الكورنر لورا لنص الملعب. عشان كده ما كنتش عايز يخش، هيقعد بقى ايه لا وما تفتكرش كمان كابتن ايمن واحنا نازلين ماتش هولندا برضو كابتن اسامه كان ليه لقطه حلوه قوي يعني. مين اللي قال لك كابتن اسامه؟ اشرف قاسم. اشرف كابتن اشرف قاسم. نازلين طبعا احنا كنا قاعدين في الاوضه سامعين طبعا اجسام ما شاء الله كل واحد 2 متر كومان وخولاند وباستن، فاحنا نزلنا بعديهم بشويه فهم نازلين طابور، وكابتن اسامه كان احتياطي في الماتش ده، فالكابتن اشرف قاسم طبعا هم اجسامهم ما شاء الله، فالكابتن كابتن اشرف قاسم قال بقول لك يا اسامه اقلع لهم التيشيرت وريهم جسمك. ايوه صح. فطبعا ذكريات جميله والكابتن اسامه جميل، فيعني لا وعملنا الحمد لله كابتن اسامه بطوله عالميه يعني. طبعا طبعا يعني كنت كابتن كابتن اسامه يمكن كان مشهور بموضوع الاوفر ده، وبعد ما يعمله يقوم واقع، وفي يمكن في قصه شهيره بقى مباراه الزمالك اللي عملها لك وحضرتك رحت جايب فيه يعني جايب جون في ماتش الزمالك. هم انت الناس كانت بتتفائل قوي بالوقعه دي بعد ما تعمل الاوفر يعني. هم بيعيدوا الجون ده كتير مع ان في جوان تانية في ماتشات بتضحك عليا كابتن ايمن. لا بيضحك عشان بيعيدوا الجون ده كتير. ايمن شكله موصي عليه من من هو من ساعه ما كان في امريكا تملي في قنوات كتيره روح يذيعوا رغم ان شهيره رغم ان في لا في مباريات للزمالك عملت فيها كرات عرضيه او سروهات او كده كتير يعني، في جون لرمضان، جون تاني لفيليكس ماتش 95 ده اللي كسبنا فيه 2-0، وفي ماتشات تانية على فكره انا وايمن حتى مع ايمن انت عملت لي جوال كتير جدا في بدايه المحله والمحله وكذا شبه الجون ده بالظبط، بس هم مركزين قوي عشان ماتش الاهلي والزمالك. كان فكره على فكره كان انت كنت بتحس بمكاني من غير ما تبص لي يعني ما شاء الله، ترفع الكوره وهي وبختها
تروح جايه. ايوه انا جايه وبغداد. بص بص لا ده ده بيقول لك ايه يعني ما توصلش هو وهو يقعد لانه كان بياخدها عند الخط. لا هو يا كابتن كابتن ايمن يوسف يعني هو كان بيلعب بيلعب كده وخلاص يعني والخط يتحول لخصم. طب وبعدين هو ايمن اصله لا لا والله لا والله عمل لي جوال كتير قوي مميزه كمان طلع لنا حاجات كتير مع بعض. ايوه في الاوضه بقى بينكم وبين بعض كده صح لغه كده متشفره يا كابتن ايمن. ايوه يعني لا لا بص اول ما اسامه كان بياخد الكوره ويجري ناحيه الشمال بعرف على طول والله ان الكوره هتجيب. يعني هو بيبقى مميز احساسك هو ما بيلعبش بشماله قوي يعني ولكن مباراته مميزه جدا لما بيلعب بالشمال يعني ما شاء الله. وبعدين بيبص لي انا انا بهزر طبعا. هي دي واحده من الماتشات اللي كانت بتزعق دلوقتي بس انا مش انا هو كمان شايفه طبعا ده ماتش ايه. هو ايمن كان مميز جدا اولا كان من الفراوده اللي احساسه داخل منطقه الجزاء فظيع يعني بياخد مواقف حلوه جدا جوه 18 ودي مش في اي فرويد في فرويد ما يحسش بيك يعني بيعرف امتى انت بتبقى بعيد قوي فالكره دي هتيجي على القائم الاولاني او هتبقى مثلا قريبه تعملها على البعيده او مشتركه فهتيجي عنده احساس بالمكان كويس جدا. دي واحده من الماتشات الشهيره اللي بنشوفها هم عن... بتشوف يا كابتن ايمن معانا؟ معاك طبعا. ده الجون ده الجون اللي طبعا الكابتن اسامه عمله لك. أيوة. بس كمان سمعنا ان كمان يا كابتن ايمن كان بيرقص كتير قوي في نص الملعب. لا لا عايز اقول لك حاجه احنا لما كنا بنتزنق في الملعب ما بنلاقيش حد نديله الكره بندي كره لقدامه. اسامه من ضمن اللعيبه بشوف برغم ان هو جسمه صغير جدا وانت كنت بتقول يعني مقارنه مع لعيبه هولندا انما لما تديله الكره صعب جدا الكره تتقطع منه. ما حدش يقطع منه الكره دي حقيقه أبداً. يعني ابدا يعني كان مميز فيها ده حقيقي. وبعدين كان عنده حاجه كويسه جدا كمان في عز ما احنا بنكون مثلا في ازماتنا او المباراه متصعبه علينا تلاقي اسامه دوت الوحيد اللي ماسك نفسه كويس قوي على المستوى العصب. يعني عنده اتزان كويس قوي. بالظبط مع ان هو بره الملعب قد يبدو عصبي شويه ويمكن دلوقتي بقى عصبي زياده ولكن كان في الملعب ما شاء الله يعني يديك الثقه ان انت تكسب في اي وقت حتى لو الامور اتصعبت عليك. الكوره دي مثلا الجول دوت اللي جابه بصه برجله انا اللي مديهوله. والله انت ماشي المقاولين بقول لك جابه بصه برجله جابه بصه برجله هي فعلا بصه برجله جا بص ورينا طيب شايف اللي قبلها اللي قبلها طب المهم بتخش جون يا كابتن بقى بقصة رجله بوش رجله طالما بتجيب جون خلاص مفيش طبعًا مشكلة طبعًا يعني بس انت برضو ما جبتش الكرة اللي هو وقع فيها لما عمل الكروت. لا مش هنجيبها جبناها مش هنعيدها تاني. هو جاب جون حلو براسه اصله طب كواليس ايوه كابتن اتفضل. على المستوى الشخصي كمان اسامة من افضل الشخصيات اللي انت تعاشرها في الوسط الكروي والله العظيم يعني تحس ان هو اخ مش صديق يعني الواحد بيتصرف لحد دلوقتي انه اسامه عرابي اخ لي مش صديق لي. وكمان على مستوى يعني المعسكرات الكابتن انت قلت كنتوا على طول مع بعض في غرفه واحده يعني طبعا انا ايمن فتره كنت انا قبليه وبعد كده هو جه 84 ايمن هو 85 اللي جيت 84 يعني كنت بقعد مع حد قبليه مع محمود صالح مع فتره معاه مع فتره مع علاء عبد صادق فترة مع عادل عبد الرحمن فترة مع كشري فترة يعني غيرت كتير بس أيمن في فترة قعدنا مع بعض طويلة طبعاً ميديا طبعاً لو يعني قلنا حاجات هتبقى هو عارف هو عارف كابتن أيمن عنده روح الفكاهة برضو يعني ما شاء الله عليه ده أيمن مرة أنا ما كنتش بشوط كويس كنا بنلعب الأهلي وأعتقد المنيا يعني رجلي ما كانتش تقيلة في الكورة وأنا بشوط من خارج ال 18 فإحنا متعادلين ومستعجلين عايزين نجيب جون فانا رحت معدي من واحد كده ورحت شاط الكوره كره راحت للجون يعني عارفه على استحياء كده يعني ممكن ينفخها توقف فانا بقى متنرفز بقى وراجع عامل فيها ان انا شوت شوطه جامده وزعلان يعني لقيت ايمن بيجري عندي فانا قلت هيقول لي مثلا شد حيلك اللي جاي احسن بالظبط قال لي يا اسامه خف رجلك الجون ايده وجعتك هو ايمن على طول يعني عنده روح الدعابه دي على طول في اي موقف يقلبه اكتشفت ده كابتن ايمن في الاستاد لا ده كنت اكتشفت كمان. ده في ملعب الاهلي استاد السلام هو ده كابتن وحضرتك يعني بتتكلم لا شخصيه تانية خالص وحضرتك في الاستوديو التحليلي حاجه
وتحت الهواء واحنا بنتكلم معاك حاجه تانية خالص يعني بجد. واخدها جد شويه انا واخدها جد شويه قوي على التلفزيون ومش عارفه ليه، بس ان شاء الله نطلع ده هنا بقى في البيت الكبير. ده احنا في حاجات بس ما ينفعش نقولها على الهوا يعني، في حاجات في المناسبات بتحصل معاه هو خبر، ده حاجات كتيره يعني. حاجات كتير شكرا يا كابتن ايمن، وبالتوفيق ان شاء الله كمان بكره عندك استوديو تحليلي يا رب ان شاء الله. دعواتنا ان شاء الله لفرقتنا انها تكسب وتأدي بشكل جيد باذن الله. شكرا طيب. كابتن ايمن احنا نطلع لاخر فاصل في البيت الكبير، وبعد الفاصل البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم تاني، والكابتن الكبير الكابتن أسامة عرابي. كابتن أسامة، من ضمن الأرقام الكبيرة جدا والبطولات الكتيرة جدا، في رقم أنا وقفت عنده بصراحة، كارت أحمر واحد في خلال مسيرة مليئة بالمباريات والبطولات على المستوى الأفريقي والمحلي يعني، وانت لعيب وسط ملعب كمان، عملت ده ازاي؟ يعني أنا تملي كنت بستخلص الكرة مش انا كنت لاعب يعني قوي، مش عنيف بس قوي يعني، ما التحاماتي كانت قويه، بس ما كنتش ببقى غشيم في اللعب يعني، ما مش يعني ممكن اقطع الكره بحته تفكير وذكاء بذكاء وفيها قوه برضو، بس كانت عشان كده كانت انذاراتي مش كتير قوي بالنسبه لعدد المباريات اللي لعبته. طرد حصل مره واحده، كان في مباراه الاهلي وزمالك وكنا كسبانين 2-1، وبعدين كان الحكم طارد قبليها على طول محمد صبري قبل. ده كان امتى ده يا كابتن؟ اعتقد السنه اللي هي كانت فريق، لان الكاس كان بيلعب اعتقد 95 96، الفتره دي 95 96. طيب كنا 2-1 وهو كان طرد محمد صبري قبليها بخمس دقايق، وانا كان عندي انذار. كان الانذار الثاني. ففي كره في نص الملعب، اعتقد كان الكاس او الغندور مش عارف، كنت كان بيجري في نص ملعب وانا جريت بحط رجلي في الكوره فتشنك. فالحكم كان لسه طارد واحنا كسبانين كمان، كسب يعني، حسيت ان هو بيعوضها يعني واحده، هو حتى استغرب بيطلع الكارت الاصفر وانا عارف ان خلاص، رحت مديله ضهري ولا اتخليت معاه، رحت ماشي على طول. عارف طلع بقى الكارت الاحمر وانا طالع، ما انا عارف ان انا هو احمر خلاص، بس فعلا الموضوع صعب. هو ده بس احنا بقى حظنا حلو في الماتش ده كمان، هادي خشبه بعد كده جاب جون وكسبنا المباراه دي 3-1 يعني. انا يعني رغم الطرد كسبنا 3-1 يوميها يعني. طبعا بقى انا بالنسبه لي ريكورد، لان وسط الملعب يعني مدافع وسط ملعب كمان، دي من الناس الطبيعي بتاخد انذارات كتير وطرد كتير، فطبعا يعني المباريات عدد مباريات كبير جدا وبطولات كتيره جدا، وطرد واحد يعني حاجه تحترم بصراحه يعني، ما بنشوفهاش اللي من دول خالص يعني. لا ما يمكن كل واحد بيبقى ليه اسلوب لعب مختلف عن الثاني، لكن عامه الكره لعبه لازم يبقى فيها خشونه، ما انت عارف يعني، مش لو ما فيش خشونه في الالتحامات وكده قوه في الاداء يعني، قوه في الاداء، لكن طبعا في حاجات بتبقى فيها اذى دي اللي بتبقى صعبه يعني. كاس العالم 90 كان من الفترات المهمه جدا في حياه كابتن اسامه عرابي، وانت كمان يا كابتن حكيم. اكيد طبعا نجومه يعني. ويمكن كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه كان بيعتمد على حضرتك بشكل كبير قوي، اولا لانك طبعا زي ما يمكن يعني يمكن هاني قالها بين السطور، حضرتك من الشخصيات المحترمه جدا يعني المهذبه يعني، بس بره الملعب وجوه الملعب، لكن في انجلترا وهولندا حضرتك ما نزلتش، لم يعتمد عليك. انا بعكس ايرلندا اعتمد عليك بشكل كبير جدا. لعبت المباراة ليه ما لعبتش المباراتين دول في كاس العالم؟ انا هقول لك، انا كنت في المنتخب من 88 لعبت الامم الافريقيه 88 اللي كانت في المغرب، وقبليها حتى كنت هنضم، دي 88 اللي لعبتها، بس قبليها حتى كنت هنضم بس مع كابتن عبد الصالح الوحش 84، بس حصل عيد بمرض كده وقعدت فيه فتره طويله فما كانش خدني. المهم انا انضميت 88، بعد البطوله دي جه كابتن محمود الجوهري بعد بطوله 88، كان مايكل سميث هو المدير الفني، هو خد 86 مايكل سميث اللي كانت في مصر، و88 كمل وانا لعبت في البطوله ددي وكابتن جوهري جه. كابتن جوهري جه انا انضميت في اول تجمع هو جاب فيه ال 23 او 24 لاعب اللي هم يعني
هيبتدوا معاه تدريبات وهيبتدوا معاه تصفيات كاس العالم. ايوه ينزلوا. انا من اسوأ يعني فترات حياتي السنه اللي هي بتاعه 88 89 دي اللي كان فيها تصفيات كاس العالم. انا عملت عمليتين متتاليتين بس انا عشان انا الموضوع عندي انا في ناس مش فاكراه لكن انا عملت عمليتين فتاء في عضلات البطن. فقعدت حوالي سنه يعني عملت واحده ورجعت اتمرن رحت عامل الجنب الثاني في اسفل عضلات البطن كده. تمام. فقعدتني فتره طويله جدا. الفتره دي كان هو بيضمني ويحصل ان انا اتصاب او ما كملش معاه امشي وهكذا حتى في النادي لدرجه انا قلت لهم انا ممكن ابطل كده. فالنادي هنا راح بعتني المانيا الفتره. بقى للسنه اللي هي كانت ماتشات التصفيات بتتلعب المؤهله لكاس العالم. المؤهله لكاس العالم. فانا كذا معسكر رحت بس اتصاب وامشي اتصاب وامشي ما أيوة. كمل ما لحقتش اكمل. فروحت المانيا وعملت عمليه ورجعت كانت التصفيات خلصت. فطبعا شكل الفرقه كان اتكون يعني حتى في لعيبه انضمت بعد ما انا مشيت يعني في لعيبه في وسط الملعب ممكن جدا لو انا كنت موجود كنت هلعب او كنت ابقى ليا دور كبير يعني. يعني كانت وجهه نظره هي اسباب مرض حضرتك او العمليتين اللي لدرجه ان هو كان بيتابعني حتى وانا عامل العمليه واحيانا وانا قبل ما اعمل العمليه كان بيجيب بالكابتن علاء شاكر كان العلاج بتاع العلاج الطبيعي بتاعنا واللياقه البدنيه كان يمرني الواحد كان بيتابعني جامد جدا. ولما رحت عملت العمليه ورجعت كانت التصفيات خلصت. فطبعا شكل التيم كان اترسم خلاص يعني شكل تيم منتخب مصر كان اتكون لانه لعبوا ماتشات دوليه كتير ولعبوا التصفيات ولعبوا كان خلاص اترسمت معروف ال 11 تقريبا غير دلوقتي كان على طول شوبير يعني بقول لك كان اتعرف مين يعني يعني كان الشكل اتعرف بتاع التيم. فهو مع ذلك عشان عنده ثقه فيا اول ما رجعت العب في النادي الاهلي تاني وكان عملوا مسابقه اسمها كاس الاتحاد بديله للدوري العام ابتديت العب فيها وكنا بنلعب تصفيات الانديه الافريقيه وكنا بنلعب ضد الاتحاد الليبي وجبت هنا فيه جون وكسبنا الماتشين دولت. بعديها على طول ضمني كان ناقص شهرين او شهرين ونص على كاس العالم. فانا رحت متاخر يعني لما بقيت جاهز رحت متاخر وشكل التيم كان اتعرف. فهو على فكره ده يعني ده دليل ان هو عنده ثقه فيا انه رغم الوقت كان ضايق جدا لكن حطيني في مباراه هولندا كنت احتياطي من ال 18 اللي كانوا موجودين وفي مباراه انجلترا برضو ومباراه ايرلندا لعبها لي كلها. مباراه ايرلندا ديت خلي بالك برضو انه مباراه ايرلندا رغم ان اسم ايرلندا اقل شويه من هولندا لكن في الوقت ده كان اصعب مباراه لان وكابتن جوهر انت عارف قال لنا بصوا يعني هولندا عدت لكن مباراه ايرلندا اصعب مباراه هتلعبوها وده فعلا اللي حصل. المباراه كانت صعبه جدا كابتن هاني برضه يعني انتوا كنتوا يعني مجموعه يعني مباراه هولندا رغم ان كانت هي المرشح الاول لكاس العالم ونجوم قوي خلي بالك برضو مهما كان مصر بالنسبه لهم كانت لسه بعيد قوي وعمرها ما بتروح كاس العالم بقى لها فتره من سنه 34 56 سنه والكره العربيه بالنسبه لهم برضو كان في برضو وبيديهم مساحات اللعيبه كانت بتلعب على راحتها ويترقصوا مش عارف ايه اتعادلنا معاهم الناس ابتدت تشوفنا وانجلترا كانت اتعادلت مع ايرلندا فايرلندا نزلوا لو ما كسبوش مصر هيكسبوا مين ما خلاص ده اخر ماتش معاهم هولندا يعني هيطلعوا من البطوله فكانوا بيلعبوا بعنف وضغط والتحامات شديده جدا ففعليا كانت اصعب مباراه في الثلاثه رغم ان هم ممكن فنيا يكون هولندا طبعا اعلى انجلترا اعلى بس هي كانت مباراه عنيفه وثقيله يعني جدا واحنا شفناها جوه الملعب وكابتن جوهري كان على يعني كان عنده حق انه يقول له خلي بالك ده اصعب مباراه. طب خلينا بقى نروح يا كابتن لكارير التدريب. ايوه يعني انت بعد ما اعتزلت اشتغلت يمكن وانت بتتكلم اشتغلت مع مدربين كبار يعني خدت مع اعتقد مانويل جوزيه اشتغلت معاه فتره طويله وكان فيه الاستفاده واشتغلت كمان مدير فني لنادي الانتاج الحربي. ايوه فايه البلان وانا من وجهه نظري برضو اصل يعني حاسس ان حظك وحش شويه. أيوه يعني صح. يعني في سوء حظ في عمليه التدريب بس انت شايف المرحله الجايه ازاي؟ دي حقيقه. هو انا في التدريب انا بطلت 99 وطبعا زي ما هنا في النادي ممكن يخيروك انت عايز تدريب عايز اداره انا كانت ناس كتير شايفه ان انا يعني اخش في التدريب او انفع في التدريب وانا كنت حابب الموضوع ده وبعدين التدريب مسته انك انت
إداري وفني. يعني التدريب سهل جدا انت مدرب تبقى اداري، تبقى مدير كوره، تبقى مدير قطاع، تبقى مش مدير العكس. مش العكس، الاداري ويقعد اداري على طول صعب قوي يرجع تاني للتدريب. ففيها الجزئين يعني. فاول سنه نزلت اشتغلت مساعد لكابتن حسام البدري في قطاع الناشئين، كانت فرقه اللي هي طلع منها عماد متعب واسامة حسني وشريف اكرامي والمجموعه ديت. دي اول ما بطلت. في نهايه السنه طلعت مع مستر تسوبل الفريق الاول. كان ماهر عمام موجود ومشي وانا طلع مكان، لانه مستر تسوبل كان بيحبني وكان شايف حتى وانا بلعب. كان طبعا كان سني كبر معاه لانه انا لعبت معاه اخر سنه سنتين هما 98 99 99. كان تملي يقول لي انت مساعد ليا في الملعب. تملي اللعيبه الكبار، عشان كده الفرق لما بتبقى فيها قياده او لعيبه عندهم خبرات كبيره دي مهمه جدا، مش كل حاجه المدرب بيعملها. فكان يقول لي كده على طول، انت المساعد بتاعي في الملعب، انت يعني يدي تعليمات معينه، انت وجه اللعيبه، انت كذا. طيب انت كابتن اتفضلي. لا اتفضل كمل. فابتديت مع مستر تسوبل سنه 99 2000 بعد ما بطلت. وابتديت بقى المسيره مع مستر ديكسي وبعدين مستر مانويل جوزيه 2001. وخدنا معاه بطوله افريقيا والماتش والسوبر الافريقي وماتش طبعا الزمالك 6-1 الشهير. كنت معاه في الجهاز طبعا. وابتدت بقى المسيره في القطاع الناشئين لوحدي، وبعدين في درجه ثانيه مع رباط الانوار. ولما رجع مستر مانويل جوزيه 2003 2004 طلبني ان انا ارجع معاه. يعني انا كنت ماسك فرقه اسمها رباط الانوار في بورسعيد، وهو لما رجع مسك يعني طلب ان انا اكون معاه. ورجعنا 2003 2004 والحمد لله عملنا جيل كويس قوي، يعني استمر مع النادي الاهلي 10 سنين كان مكسر الدنيا، اللي هم بقى بركات وابو تريكا وعماد النحاس والحضري ومتعب وحسام غالي وشوقي وكل مجموعه ده الجيل الذهبي اللي انت بتتكلم عنه 2003 2004. حضرتك يعني والله حديثك فعلا يعني ممتع فعلا، بس بقى او لا بقى او لا بقى او لا لو عرض عليك الانتاج الحربي تاني تدربه؟ طبعاً. أنا بشكرك جداً شرفتنا النهاردة يا جماعة. بنعلن عن الفائزين. فاكرين مباراة الأهلي وإنجي اللي خلصت 2-0 لينا؟ دي كان فيها إحنا كنا بنعلن عن مسابقة في الاستوديو التحليلي مع كابتن أيمن شوقي، والحقيقة أن إحنا أعلننا عن أسماء الفائزين لما كان مشرفنا كابتن ربيع ياسين وابنه عمر ربيع. فالنهاردة الأسماء ديت جت النهاردة واستلمت الجوائز اللي كان بيسلمهم الجوائز رئيس القناة الأستاذ إيهاب الخطيب. إحنا معانا الصور قدام حضراتكم هنعرضها دلوقتي علشان نشوف اللي استلموا الجوائز. الخمسة اللي فازوا: إبراهيم يسري من الشرابية، إسلام صبري دمياط، بلال رجب من اسكندرية، محمود كامل من شيطة القناطر في الجيزة، مصطفى عبد العال أبو قرقاص من المنيا. دي الأسماء اللي فازت النهاردة بالصورة قدام حضراتكم هم بنعلن عنهم. دي الناس اللي جت استلمت الجوائز النهاردة، ودي الناس اللي توقعت نتيجة الإجابة الصحيحة مباراة الأهلي وإنبي اللي خلصت 2-0. إن شاء الله بكرة كمان، يعني بكرة كمان إن شاء الله التوقعات موجودة في مباراة النادي الأهلي والجونة، وإن شاء الله هتكون في جوائز. وإن شاء الله تابعونا دايما على الاستوديو التحليلي وقناة النادي الأهلي والبيت الكبير، إن شاء الله في مسابقات وجوائز كتيرة جدا جدا. طبعا في نهاية الحوار يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا، يعني ما نورتنا في بيتك في البيت الكبير، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله المجال التدريبي اللي حضرتك بتحبه إن شاء الله نشوفك فيه في أعلى مستوى بإذن الله، وتنورنا دايما في البيت الكبير. شكرا لك يا هاني، وسعيد بوجودي معاكم. وشكرا لأسام. شكرا ليك يا يعني كابتن، نورتنا بجد والله. احنا قلنا ايه جزء صغير، لكن ان شاء الله لا طبعا مرة تانية نكمل يعني حلقات، لانه يعني كانت فترة التدريب دي عايزين نتكلم فيها شوية وحاجات كده، بس يمكن اكيد موجود معانا كابتن ان شاء الله, إن شاء الله اكيد موجود معانا اكيد في البيت الكبير، ونتكلم على طموحاتنا كمان في التدريب. وحضرتك عندك ان شاء الله يعني طريق طويل، وان شاء الله يعني توصل للطريق اللي انت عايزه والنجاح اللي انت عايزه ان شاء الله. ان شاء الله. ده كانت طبعا نهايه حلقتنا النهارده، وبنشكركم شكرا جزيلا. بكره كلنا طبعا هنتفرج على مباراه النادي الاهلي والجونه ان شاء الله. هنرجع معاكم تاني يوم الخميس من 10 ل 1. تصبحوا على خير.